ازيكم؟ معكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن شويه حاجات لو عملناها هنروح في داهيه، مش داهيه واحده، داهيات كتير كمحجبين. فيلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام. طبعا احنا كبنات وكناس محجبين ساعات ما بنعرفش نطقم اللبس بتاعنا، فبنتابع ناس على الانستا على اليوتيوب بنقلد يعني. بس في ناس معينة يعني هما بيعملوا حاجات احنا مش هينفع نقلدها كمحجبين. مش شرط ان في اتنين بيعملوها يبقى هي حاجة صح، لان الحجاب بيبقى مفروض ان هو يعني حجاب يعني. بصوا انا هقول لكم كلمة من الاخر قبل ما ابدأ الفيديو ده. لو انت حاسه ان انت لابسه حجاب وحجابك ولبسك اللي انت لابسه ده مش هينفع تخش بيه جامع عشان تصلي فجاه، ما تلبسيش اللبس ده. تمام. اذا كان انت لابسه فستان او جيبه او بنطلون، في حاجات كده انت حاطه في دماغك، انت لو عديتي من قدام الجامع باللبس ده انت تحسي ان انت ماشيه غلط. معنى كده ان اللبس ده اصلا غلط، صح؟ انا بعمل كده. انا مثلا ببقى مثلا هلبس جيبه، الجيبه مثلا قصيره مبينه مثلا رجلي كده وحته من رجلي كده حلوه كده يعني شويه ركبي هتبان، فانا همشي من قدام الجامع. لو حسيت ان انا مش هقدر اخش الجامع بالجيبه دي يبقى اصلا الجيبه دي وحشه، الجيبه دي اصلا غلط ان انا البسها على الطرحه اللي انا لابساها. فهمتوا قصدي؟ فيلا بينا. طيب انا معايا اول صوره. طبعا انا هخفي كل وشوش الناس علشان انا مش بتكلم على الشخص، انا بتكلم على اللبس، ما بتكلمش على الشخصيات خالص، انا مش دعوه. اول حاجه الرقبه. الحجاب دلوقتي بقى بيبين الشعر، بيبين الرقبة، بيبين المنطقة دي كلها، علشان خلاص كده يعني لازم ابين دي كله وابين شعري كله والطرح، فكده ده مش حجاب خالص. انت بص على الصورة اللي انا منزلها دي، ينفع تصلي بالمنظر ده؟ طبعا مش هينفع تصلي بالمنظر ده. فده اول حاجة عندي يعني. حتى انا كسارة لو انا بعمل فيديوهات تنسيقات مش هتلاقوني بعمل تنسيقات للبس ضيق او لبس، لان انا لو اتحاسب على نفسي مش هتحاسب على غير يعني. في بنات ممكن تقلدني، فاللي بيقلدني بياخد سيئات معايا يعني انا باخد سيئاته يعني، انا بشيل ذنب غيري كمان لان انا معلماه. فاهمين؟ طيب نبدا في الصوره الثانيه. الصوره الثانيه دي اهو فستان عليه بوت وعليه شراب. طبعا انتوا شايفين مسافه الرجل اللي باينه دي قد ايه. انت يا ترى تعرفي تخشي الجامع تصلي بالفستان ده بالقصر ده؟ فيها ايه لما الفستان يكون طويل يعني كان يبقى واصل لحد البوت؟ طبعا يا جماعه انا عايزه اتكلم ان هو ليه في المصانع اصلا، عشان دلوقتي المصانع والمحلات والبراندات والكلام ده بقى بيعملوا فساتين اصلا قصيره. مش فاهمه هم حطوا في دماغهم ايه بالظبط، ان الشعب كله بقى طوله 150 سم او 140 سم مثلا، وفي ناس طويله، بس هم بقى ايه شكلهم بيوفروا في القماش. فاحنا هنعمل ايه لما تلاقي فستان قصير زي ده؟ لازم تلبسي عليه بنطلون قطن ستريتش تحتيه على الاقل، وتلبسي عليه البوت، فيا دوب الحته اللي هتبان دي تبقى هو البنطلون، ما ينفعش رجليك نهائيا تبان. المنظر ده يعني هنقول ينفع للغير محجبه لان هي بشعرها كده كده، لكن لو محجبه انت ازاي هتغطي من فوق ازاي يعني؟ برضو ده فستان اهو رجلك بقى كلها باينه يعني، هي الشراب اتقلع، هو الرجل بس هي اللي بقت باينه. نيجي بقى على الستايل التاني. لما نكون لابسين بنطلون قماش لازم يكون لابسين حاجه فوقيه تغطيه، ما ينفعش نبقى لابسين البنطلون قماش مفصل الجسم وكل حاجه باينه يعني، ما ينفعش يبقى الشكل يبقى مشمئز قوي بالنسبه لواحده محجبه وانت مغطيه شعرك ومحجبه بس باقي الحاجات باينه. مش فاهمه ازاي بصراحه. لازم وانت بتشتري الحاجه بتسالي يا جماعه هو ده مبين تفاصيل جسمي؟ طب ده لايق على الحجاب؟ ما قلتلكيش تمشي لابسه عبايه كده وبتاع مع ان هو ده الصح يعني، بس احنا ايه احنا يعني احنا بنعمل يعني ايه واحده واحده يعني، ربنا يهدينا كلنا يا رب. بس ما ينفعش نلبس بنطلون قماش يكون يبين كل حاجه ونلبس عادي. هتكلم معاكم بقى على اخر صوره معانا وهو الحجاب ده. ما ينفعش نلبس تيشيرت شفاف على تيشيرت بنص كم. ده بينطبق برضو ان في فساتين كتيره بتبقى السواريه الناس لابساها ورحمك باين وانت لابسه طرحه، لا مش هينفع يعني، المنظر بيبقى شكله مش عادل خالص يعني. انت قولي للراجل قفله لي طول يعني حاجه ما تبينش جسمك، لكن ما ينفعش تكون ايديكي باينه وانت لابسه طرحه، المنظر بيبقى مش راكب مع بعضه خالص، بيبقى حاجه بشكلها بيبقى شكلك يضحك قوي.
بس كده يا جماعه، يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ومش اي حاجه نشوفها نقلدها. حاولي تقلدي الحاجات اللي تليق عليكي وعلى حجابك. انا ما بقولش ان احنا يعني نبقى الشيوخ مره واحده، لا، ربنا يهدينا واحده واحده. بس في حاجات غلط اتعملت ولازم ما نقلدهاش، زي الرقبه اللي بتبان، والشعر والقصه، والايد الشفافه، والحاجات القصيره، العبايه اللي عاملين زي بالظبط زي مسرحيه العيال كبرت، ولا المسرحيه اسمها ايه، انا مش فاكره المسرحيه اسمها ايه، المسرحيه مدرسه المشاغبين، لا هي العيال كبرت، هي العيال كبرت، العبايه القصيره دي هم عارفين بقى كان هيحصل ايه، البنات كلها بقت ماشيه زي العيال كبرت بالظبط، العبايه ولا الفستان. انا قبل كده شفت واحده محجبه لابسه بنطلون جينز مقطع من عند الركبه، ولابسه شراب بشبك، ورجلها وركبها باينه، ما اعرفش بقى هي كانت فرحانه بركبها ولا هي مش فاهمه، كانت عامله خلطه فايزه تبين لنا الخلطه السحريه بتاعتها، انا مش فاهمه بجد. المفروض انقي الحاجات اللي تلاقي على حجابي، ده اللي انا شايفاه. انا عارفه ان في ناس كتير هتزعل من الفيديو ده، وطبعا الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.